ما حكم زيارة النساء للقبور وما يحملنه معهن من دخول إلى أن يتم دفن الميت؟ هل يجوز ذلك؟ لا يحل للنساء اتباع الجنائز ولا يحل لهن أن يزورن القبور. قال في المعطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور. فلا يحل للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور المقبرة. وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يعزم علينا، فقد قال بعض أهل العلم إن هذا تفقه من عندها، وإننا مطالبون بما دلت عليه السنة، وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا ثبت النهي فالأصل فيه، وقولها ولم يعزم علينا هذا تفقه من عندها. وعلى كل حال فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز، وزائرة القبور ملعونات. نعوذ بالله. بارك الله فيكم.